يعني أكثر من 15 يوم على التوالي من الحصار على شمال القطاع، مجازر مستمرة وإبادة جماعية ومشاهد بنخاف ونحن عم نتابعها، فكيف شعورهم بالشمال وهم اللي عم بيعيشوها؟ بنعرف أكثر عن الأوضاع في الشمال مع مراسلنا غازي العلول. أهلا فيك غازي، خبرنا بليز عن آخر التطورات في شمال القطاع. مساء الخير ألاء وزيد. بطبيعة الحال الفلسطينيين في المناطق الشمالية بالتحديد شمالية القطاع في 4 بلدات رئيسية، بيت حنون، بيت لاهيا، معسكر جباليا وكذلك جباليا البلد، في هذه المناطق يتعرضون لأبشع أشكال القتل الممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بيحاول بيمرر المخطط الأكثر همجية في تاريخ العصر الحديث، هذا بالنظر إلى ممارسة كل الأشكال المتعلقة بالقتل والتجويع والتشريد في محاولة منه لإقامة مستوطنات جديدة في مناطق شمال قطاع غزة. بالأمس كان هناك مؤتمر للاستيطان لدى الاحتلال الإسرائيلي، خلاله قال بتسلا سموتريتش وزير المالية إن في نهاية المطاف على الحكومة الإسرائيلية أن تفرض وتقيم بؤر استيطانية جديدة في قطاع غزة خاصة في الشق الشمالي، وهذا حقيقة ما نرصده هنا على أرض الواقع. الاحتلال الإسرائيلي الآن يجبر 120 ألف فلسطيني للنزوح باتجاه المناطق الجنوبية أو مدينة غزة من خلال طريق واحد وهو شارع صلاح الدين، هذا بعد أن مارس خلال 18 يوما حصارا كاملا لم تدخل فيه أي مواد غذائية أو مواد إغاثية، بالإضافة إلى نفاد الوقود، كذلك أيضا عملية الاعتقال المستمر لفلسطينيين وأيضا تعذيب الأطفال وكذلك النساء على الممرات الحاجزة، وكذلك عملية القصف المستمر لمراكز الإيواء آخرها ما حدث قبل نحو نصف ساعة من الآن في مدرسة زيد بن حارث، عندما سقطت قذيفة مدفعية داخل المدرسة وأودت بحياة 7 من الفلسطينيين بالإضافة إلى 16 إصابة. هذا هو مثال بسيط لما يتعرض له الفلسطينيون في تلك المنطقة الشمالية. الآن عمليا نتحدث عن محاولة تفريغ المناطق الشمالية من سكانها للذهاب نحو تحقيق المبتغى لدى الاحتلال الإسرائيلي المتعلق بإنشاء بؤر استيطانية، وهذا هو وفق خطة الجنرالات أو ما يعرف بخطة جيولا آيلاند، الجنرال الذي يحث بنيامين نتنياهو دائما على ممارسة أشكال القتل الممنهج بحق الفلسطينيين في المناطق الشمالية. غازي، ذكرت مخطط تفريغ السكان من الشمال وإقامة المستوطنات، هل لديك معلومات أكثر عن هذا الموضوع؟ هل هناك تفاصيل أكثر عن مخطط التفريغ هذا؟ بالفعل هناك تفاصيل متوفرة، وهذا وفق ما نشر قبل أشهر عن خطة الجنرالات. خطة الجنرالات تقضي بتفريغ البلدات الأربعة التي ذكرتها للتو، وهي بيت حنون، بيت لاهيا، كذلك جباليا ومعسكر جباليا من السكان. حاليا يتواجد في شمال القطاع 120 ألف فلسطيني. منذ 18 يوما الاحتلال الإسرائيلي عمل على تجويعهم وطبعا ممارسة القتل بحقهم بمختلف الطرق، سواء من الطائرات الكواد كابتر المسيرة أو المدفعية أو حتى الآليات العسكرية المتقدمة، بالإضافة إلى القصف الجوي وإخراج 3 مستشفيات رئيسية وهي الأندونيسيا، العودة وكمال عدوان عن الخدمة تماما. لذلك لم تعد أمام الفلسطينيين أي خيارات، وهو الأمر الذي أجبرهم في نهاية المطاف على البدء بالنزوح باتجاه مدينة غزة. عندما تخلى هذه المناطق تماما من 120 ألف فلسطيني، سيحصل الاحتلال الإسرائيلي على واحدة من أكبر الرقع الأرضية في قطاع غزة بمساحة تقدر ب نحو 40 كيلومترا مربعا، وهي مساحة كبيرة للغاية، يريد من خلالها إنشاء مستوطنات. هذا ما ذكر خلال مؤتمر للاستيطان، قال فيه سموتريتش وزير المالية إنه يجب أن يكون في نهاية هذه الحرب مستوطنة، بالإضافة إلى أن بن غفير قال في تصريح صحفي على وقع المؤتمر الخاص بالاستيطان أن الخيار الأخلاقي أو الأكثر أخلاقية هو إعادة الاستيطان في قطاع غزة. هذا الأمر بعد أن أفرغ قطاع غزة منذ 18 طبعا سنة من الاحتلال الإسرائيلي أو من إقامة المستوطنات في قطاع غزة عام 2005. الآن المخطط بدأ يعود من جديد، وهناك هدف لهذا الأمر وهو حماية مستوطنات غلاف غزة في القطاع الشمالي من أي هجمات متوقعة وفق ادعاء الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأن منطقة زكي، منطقة سيديروت، منطقة نيرعام، منطقة ريعيم هي
مناطق موجودة في الشق الشمالي بالإضافة إلى الشق الشرق الشمالي من قطاع غزة، وهي الأكثر احتكاكا بالبلدات الفلسطينية. لذلك الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إنشاء منطقة عازلة ومن ثم إنشاء مستوطنات لحماية المستوطنات في المناطق في غلاف قطاع غزة من أي هجمات. هذا هو الادعاء الذي يريد من خلاله تمرير هذا المخطط الخاص بخطة الجنرالات أو خطة جيولا آيلاند، وهذا الأمر بطبيعة الحال يعتبر مخالف للقوانين الدولية، مخالف لمن ينادوا بحل الدولتين أو أي خيارات أخرى في المجتمع الدولي. وعندما يصل مثلا أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي فهو يأتي لتمرير مثل هذه المخططات، زار قطاع غزة 11 مرة أو عفوا زار المنطقة 11 مرة، وفي كل مرة من هذه الزيارات تحدث الكارثة، ونحن الآن بصدد كارثة جديدة متعلقة بتهجير سكان الشمال. شكرا لك غازي العلول من القطاع. طبعا يعني سمعنا تفاصيل هذا المخطط الغاشم، يعني لا ما بعرف شو الواحد ممكن يحكي بهاي الحالة، ولكن يعني يبدو انه العدو ما عم بيهدأ وعم بيضلوا يعني يعمل عمليات التفريغ هاي. يعني نتمنى لهم السلام دائما وأبدا، ولابد دائما أن نبدأ حلقتنا بذكر ما يحدث في فلسطين. أكيد الله يكون بعونهم دائما. يعني لما بنقول مساء الخير لا يتمثل الخير إلا بصمودهم اليوم. مرات بنسمع أشياء لا عن جد من البطل نعرف نحكي خلال السماع إيش قاعد عم بيصير.